لا اصحاب العقول فرحه بقى. يا خالتي انت بس بتضحكي على ايه؟ يا بنتي والله بقالي مده ما ضحكتش. لا ده انت خلل خالص يا مريم. طب بس قولي لي اكلمه اقول له ايه؟ عادي بتحصل، قولي له مريم جت تخطبك مني. لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق، وعلى كده بقى هتجيبي له شبكه بكام والمؤخر قد ايه عشان ابقى عارفه يعني. يا خالتي انت بتهزري؟ طب والله لا انا سايباك وراح اتكلم معاه. يا بنت اقعدي هنا الله يقطعك ويقطع جنانك. لو كتاب اللي احنا ما كناش بنات. يا خالتي مالك محسساني كده انك جايه من ايام الفراعنه؟ لم لسانك يا مريم لحسن اطلع اقول لامك الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب خلاص خلاص، انا بس يا خالتي خايفه على زيزو، هو مش هيلاقي عروس احسن مني ابدا، وبعدين انا مجهزه نفسي ومش هطلب منه اي حاجه، وبشتغل دلوقتي عند دكتور كبير قوي في مستشفى وبقبض مرتب حلو قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا مريم وفهميني، زيزو عارف وموافق انك تتجوزه ولا علامكوا الجدع من دول مالوش راي؟ وان سكت يبقى السكوت علامه الرضا. يا خالتي انت بتهزري، انا بتكلم بجد، انا هفهمك. زيزو خايف يدخل دنيا، لكن انا بقى الشاي ودي اتاخرت اهو عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يلا يلا عمال بخش فيك، كان وراكي ايه؟ لا هو ايه ده؟ لله انا بتكلم مع خالتي في كلام سر. هو اللي يتكلم كلام سر يا مفضوحه انت؟ يتكلم بصوت الجرس دي؟ وانت ايش تكون انت عشان خاطر تسمعي كلامنا؟ يلا هوينا هوينا على بلدك. وعلى فكره يا بخت من زارو خفف يا حاجه. عيب يا مريم. حاجه عليا حاجه عليا، كنت هقول لك وصفه لعبد العزيز تخليه يدوب فيكي ويموت عليكي كمان. جد يا اشجان؟ طب استني استني، خدي خدي اشربي كوبايه الشاي وروقي دمك. اول هام اشجان، البنت مش ناقصه مراجيح، دي راكبه الهوا خلقه. لا لا والله هتكلم جد. طب ما تقولي بقى وخلصينا. الشاب في سن عبد العزيز بيخاف من الارتباط عشان المسؤولية والخلفة، كمان بيخاف يخسر حريته. مرته هتقول له كنت فين؟ اتأخرت ليه؟ عايز البس؟ عايز اكل؟ طب ما اذا كان على كده انا مش هسأله على أي حاجة خالص. أقول لك على حاجة تجمد قلبه وتشجعه على الجواز. أي إيش جن قولي لي؟ الحب. الحب؟ طب ما أنا بحبه والله العظيم بحبه، بس أنا يعني بتقل بقى والحركات دي. ينيلك بيت، ده الدنيا كلها عارفة إنك بتحبيه. مش بتكلم عنك، انا بتكلم عنه هو. وانا اذا كان عليا عارفه والله العظيم ومتاكده ان هو بيحبني، بس هو متردد. لكن انا بقى نفسي كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم. لا لازم تدفعي لي عاد عشان اقول لك ده. ادفع لك ايه؟ يبقى زي ما خالتي قالت انت بتشتغليني بقى. جرب يا ابو البنات وخد جهاز البنات، تعالى يا ابو العيال وانا اشتغل لك شيال، عندنا التلاجات والتلفزيونات، خش يا هانم خش يا بيه. خد فينك مع الزباين شويه عطيه، دول حبايبنا. ماشي الشابي، مبسوط ومرضي ولا لسه زعلان من صاحبك؟ يلا مبسوط، ده انا متكيف قوي واحنا بنكيد الاعادي دول كلهم، بس انت بقى وليني بالبضاعه على طول علشان شايف الرجل عامل ازاي في المحل. طيب ما بقول لك ايه، ما انت لازم تفهمني انت ناوي تبيع بكام عشان ما نكسرش بعضينا. شوف التكلفه هتبقى كام وزود 100 جنيه. طب ما تعلي شويه عشان نقرب من علام واصحابه. ونقرب منهم ليه؟ ما تسيبهم يولعوا. وبعدين انت عارف اللي ينفخ في الشرشابي يولع فيه، واللي ينفخ في البارودي يا شعليله. ايدك على المعلوم. طب ليه قله الادب دي؟ ما احنا قاعدين مبسوطين اهو. اما ابقى بيع بقديك قوم روح محلك، قوم روح محلك، قوم شوف رزقك. يا باي ما كنا قاعدين حلوين وبنضحك. اقول لك عايز الفلوس ايه؟ عم زيزو. ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ايه مالك قاعد لوحدك كده ليه؟ حد مضايقك ولا في حاجه العيال ما نفذوهاش؟ لا بصراحه ربنا في فكره كده طقت في نفوخي، قلت اجي اقولها ورزق الله. اقرا يا باشا. لا ما عنديش وقت، انا عايز اسمع بس. صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. احنا هنعمل حاجه اسمها عرض مخصوص. ازاي؟ ايه عرض مخصوص؟ قول لي ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي؟ النهارده انت عندك الغساله بتاعتنا دي بنبيعها بسعر اقل من السوق والجميع يعلم ذلك. او ما انا بقى استفيد بفرق السعر ده؟ يعني مثلا العيال تشبر السعر بتاع الغساله وينزل بيه حته حته ويديله حته غساله ثانيه من نوع ثاني او ثلاجه او تلفزيون فوقيها بحيث يبقى اجمالي التخفيض واحد. انت تهت مني ليه يا معلم؟ تستنى تليفون لما. لا لا معاك، ركز معايا يا ريس. معاك معاك والله، ورحمه ابويا اللي هيكسبك هيعديك. انا معاك انا معاك انا معاك. يعني مثلا انت الغساله بتاعتك دي ممكن تبيع فوقيها مكوه، ايوه، بخار، مروحه،
شفاط، ويبقى اجمالي الخصم كله على بعضه 10% بحيث الغساله تاخد معاها حته تانيه ويبقى فرح جنب طهور. الله ده حلو قوي، اول مره اشوف فرح جنب طهور. حلو. طب لو الزبون بقى عدت مشترياته 1000 جنيه نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قول لي نعمل ايه؟ انت قول لي نعمل ايه؟ اقول له نعمل ايه؟ ندي له خصم 25% على بعضه بقى، كله يبقى على بعضه. حلو حلو قوي. حلو قوي. ايه رايك؟ حلو حلو. حلوه؟ حلو حلو. تلميذك يا ريس. يا حبيبي تلميذك. ايه الدماغ دي؟ ربنا يبارك. لا لا لا، انت ولود تاجر ابن تاجر. ربنا يبارك. لا لا لا، الدماغ دي الدماغ دي لازم تتباس. حبيبي يا معلم. ايه اللي في دماغك ده يا عم؟ الحمد لله على السلامة. دي كبيرة قوي يا عم. ربنا يبارك. والله كبيرة. اقعد. لا 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 يا عم. يا عم ارتاح. ايه ده، انت حاجه جميله جمال يا راجل، انا ما شفتش كده. لا خمرتها في مخي النهارده بجد. لا لا انت عارف بقى طبعا انا ما بدفعش عربون ولا بدفع مقدم لحد، دول عشانك انت وعشان جمالك. الله. اللي قلته ده كله انا قلت يعني هتديني حاجه مكافاه انتاج. لا ده في الاخر بقى بعد ما نخلص شغلنا كله. عينيا ليك. ماشي، بس خلي بالك من حاجه. ما تكتبش على الفاترينا ولا اي حاجه حكايه العرض ده عشان ما نتشمش. دي حاجه بين البياع والزبون. وتدي العيال مكافاه اوفر تايم. بحيث الواد من دول يهجم على الزبون يركب على ودنه وهاتك يا زن، بقه ما يتقفلش. وكل لما يتكلم في حاجه يقول له سعر الغساله كذا. بحيث يديله بيها مثال. تمام 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 يا ريس. تمام. تمرني بحاجه؟ ربنا يكرمك. والنبي. ربنا يكرمك. والنبي. ده انا مش عارف او يعني ملبوخ. ربنا يخليك. اشكرك ازاي؟ مش عارف. الله يبارك لك. الف سلامه. الف سلامه يا عبقري. على شافعي مره معدل. تعالى هنا. بص بقى، انت ادم واحد عندي هنا في البياعين، عايز افهمك على موضوع جديد. ها، موضوع مهم جدا جدا جدا، اسمه العرض المخصوص. ها.